أخيرا تحدي الحب نزل للحب جريزمان 96، قدم ضعيفة 5 مرة 5، اللاعب يعني خرافي خرافي. أنا مش عارف اللاعب ده يعني إيه عددها زي كده، إمكانيات غير طبيعية. طب في حاجة حلوة، التقويس 95، نعم بقى 18 ورمي يا معلم، عنده كمان سمات غير طبيعية كتير، وفي أحسن سمة موجودة فيه تسديد البالع من عبارة 18 ويرمي ارمي لاعب يعني غير طبيعي. اللاعب ده هيكلف 408 ألف كوري. ناخد معانا أول تحدي، عيد الميلاد، عايز 2 عيد ميلاد بس، مش عايز أكتر من كده. شوف يا معلم، لو عندك 2 عيد ميلاد في الفريق ماشي، مش عندك أرخص 2 عيد ميلاد موجودين في السوق، حط في التشكيل راح كلامه 65 ألف كوين. هذا أول تحدي. بعد لسه أول تحدي 65، أهم التحديات كلها الباقي سهل. بس أصبر، التحدي التاني عايز فانتازي، بس 2 فانتازي 56 ألف كوين موجودين عندك في النادي. أوكي مش موجودين، هات دول أرخص 2 موجودين في السوق. الرابط التالت عايز قائد او كابتن، عايز واحد كابتن، 2 كابتن، هات له 2، اي 2 كابتن عندي مش موجود، هات 2 في السوق ب 34 ألف. بالنسبة للتحدي كلام فاضي، انت بتتكلم تحدي خرافي. لو ما عملتش جريزمان خلاص اللعبة بتموت، بس جريزمان لا يموت. فريق الموسم عايز 5 فريق موسم، اكيد دلوقتي فريقك مليان، مش عندك هات من السوق 59 ألف المجموعة دي كلها. انت الموضوع بسيط، متحولون عايز 3، هات 3 متحولين، مش عندك متحولين، هات دول ب 59 ألف بوينت. بس جريزمان ما عدكش، جريزمان مش هيفرق معاك جامد في الفريق وفي الهجوم. طبعا نبدأ بقى نقعد التحديات البسيطة. تحدي الذهب 84 كام 39 ألف، عشان اللعيبة الذهبية مش موجودة أصلا. فرنسي عايز 85، بس ادي 43 ألف كوين. سهل التحدي اللي بعده. طبعا يا شباب يعني جريزمان لو ما عملتوش انت يكون ناقصك حاجة في الفريق بجد. اخر تحدي معانا، لا عايز واحد من فريق الدوري الاسباني 85، 54 ألف كوين. ومبروك عليك جريزمان يا اخي. انا تقييمي للاعب ده في زولك، لو في 50/10 هديله 50/10، بس طبعا اللاعب يعني خرافي، هياخد 10/10. متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. سلام عليكم.